الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كلمة الدول العربية أمام قمة المناخ والتي دعا إليها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على هامش الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ضمن أولوياتها لتوفير الطاقة مع التحول إلى نمط اقتصادي أكثر حفاظا على البيئة، ومن هذا المنطلق أدعو الدول المتقدمة والمؤسسات المالية والقطاع الخاص للاستثمار في هذه المشروعات. كما تعاني دولنا من الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية وفي مقدمتها ظاهرة التصحر، ومن ثم فإن المجتمع الدولي مدعو للانخراط في جهود مكافحة هذه الظاهرة، ومن بينها دعم جهود زراعة أشجار الغابات في الصحاري وريها من خلال مياه الصرف المعالجة، بما يؤدي إلى امتصاص الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري والحفاظ على التوازن البيئي والتنوع الحيوي. السيدات والسادة، إن التوصل إلى اتفاق يعالج تفاقم ظاهرة تغير المناخ يستدعي تضافر جهود الجميع لخفض الانبعاثات الناتجة عن مختلف الأنشطة الاقتصادية، وكذلك للتكيف مع الآثار السلبية لتلك الظاهرة كلا وفقا لحجم مسؤوليته وقدرته وتأثره بها. لذلك لا ينبغي أن يكون الإطار القانوني الجديد الجاري التفاوض حوله بديلاً عن اتفاقية تغير المناخ، بل يجب أن يكون مكملاً لها بحيث يبنى على المبادئ التي أرستها الاتفاقية الأصلية، وعلى رأسها مبادئ العدالة والإنصاف والمسؤولية المشتركة، مع تباين الأعباء والعناصر الأساسية التكيف والتخفيف والتمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، كما يجب العمل على تفعيل صندوق المناخ الأخضر. وأجدد من هذا المنبر اليوم التزامنا جميعا بالتنسيق مع كافة الأطراف للتوصل إلى اتفاق متوازن يحقق مصالح الجميع، مصالح جميع الدول. وشكراً.